السلام عليكم الأبطال، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم الأخبار كاملة على أشرف حكيمي، وكذلك غادي نشوفوا تصريح إلياس بن الصغير. ندخلوا في الموضوع اللي غادي يكون باختصار كيف العادة. قبل ما نبداو، انتشر واحد الفيديو ديال إسماعيل قندوس هاد الأيام بعنوان فرحة إسماعيل قندوس من اللي عرف أنه متواجد في اللائحة ديال المنتخب الوطني. نشوفوا هذا الفيديو قديم بزاف، هو ديال فرحة تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم قطر، والتفاعل ديال المدافع المغربي إسماعيل قندوس مع الاستدعاء ديالو للمنتخب كان عبارة على تدوينة في تويتر اللي عبر فيها على الفرحة ديالو. الأساس هو أن الفيديو قديم. ندوزوا الأخبار اللي كتخص أشرف حكيمي. تقريبا جميع الصحف والمواقع الإسبانية وكذلك الفرنسية كتهضر على أشرف حكيمي والرغبة ديالو في الخروج من نادي باريس سان جيرمان، وأول صحيفة معنا هي صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية اللي عنونات المقال ديالها قول أشرف حكيمي يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان. وأكدت الموندو ديبورتيفو في المقال ديالها أن حكيمي لديه عدة دوافع لترك العاصمة الفرنسية باريس، من بينها الأجواء السلبية التي تحيط بالنادي، بالإضافة إلى قضية اتهامه بالاعتداء الجنسي ومتابعته من طرف النيابة العامة. وكذلك ذكر نفس المصدر أن حكيمي كان عبر على الاستياء دياله بعدما تعرض للطرد في المباراة اللي جمعت نادي باريس سان جيرمان ونادي أجاكسيو، وقال أمام الكاميرا هذه هي فرنسا. وكذلك فوت ميركاتو تكلمات على الخبر، ونفس الكلام اللي قالته الموندو ديبورتيفو عوداته فوت ميركاتو، واللي هو ان اشرف حكيمي باغي يخرج من باريس سان جيرمان. والحدود الساعه كاينين جوج ديال الفرق اللي الاسم ديالهم مرتبط باشرف حكيمي. النادي الاول هو نادي الريال، واللي جميع الصفحات المعروفه بنقل الاخبار واللي كتهتم باخبار النادي الملكي ناقلوا هذا الخبر هذا، ومنهم صفحه ريال مدريد الفرنسي. الاساس ان العديد من الصحفيين والصفحات المهتمه بالكره ناقلوا الخبر كما كيبان لكم تويتر، كله كاين غير أشرف حكيمي يريد المغادرة. طبيعة الحال المغربي أعطي الأولوية الرجوع للنادي الأم اللي هو الريال، ولكن الاسم دياله كذلك مرتبط بنادي مانشستر يونايتد، والنادي الإنجليزي من المرشحين بقوة أنهم ينافسوا على الخدمات ديال أشرف حكيمي، بالأخص أن عندهم مشكلة في الظهير الأيمن. ولكن من وجهة النظر ديالي الشخصية، ناصر الخليفي صعيب يطلق أشرف حكيمي إلا إلى اللاعب ضغط عليه وما خلاش ليه خيار آخر، وهكذاك وغادي يبقاو عوائق بحكم أن أشرف حكيمي كيربطوا مع النادي الفرنسي عقد كيمتد الى غايه 2026، بالاضافه للخلصه ديالو اللي كبيره ما شاء الله، راه داخل ضمن 6 اللاعبين الاعلى اجرا في الدوري الفرنسي. ما تنساوش عطوني الاراء ديالكم، واش ناصر الخليفي غادي يخلي اشرف حكيمي يغادر باريس سان جيرمان او لا. ندوزوا لتصريح اللاعب الواعد الياس بن الصغير، واللي صرح القناه بين سبور وقال انا فرنسي مغربي، انني محظوظ بتوفري على الجنسيتين وعلى فرصه تمثيل فرنسا او المغرب، لم احسن بعد قراري، اشتغل حاليا بجد حتى اكون جاهزا اللحظة المناسب. إذا الشيء اللي كاينو كيف العادة، اللي مازال ما انضمش لعائلة فوتفليكس يرجع لبطونك حلا بايضة وهو معانا. كان معكم أخوكم محمد من قناة فوتفليكس. صلوا على رسول الله واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتفاءلوا خيرا تجدوه.